الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف، نشرة إخبارية من الميادين نبدأها بالعنوان. نتنياهو يؤكد تحديد موعد لاجتياح رفح، وواشنطن تجدد رفضها دعم عملية كبرى هنا. مصادر المقاومة تتهم الاحتلال بوضع العراقيل في مفاوضات القاهرة، وتؤكد تمسكها بمطالب الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين. الاتصال الأخير من بايدن بيأكد كل اللي كنا نقوله سابقا، أنه لا، الأمريكان بس بدهم يشغلوا يوقفوها بيوقفوها. السيد نصر الله يؤكد أن الحماقة التي ارتكبها الاحتلال على القنصلية الإيرانية في دمشق عجلت من اتصال بايدن بنتنياهو. على جبهة الإسناد اللبنانية، المقاومة الإسلامية تهاجم بمسيرة انقضاضية موقع رأس الناقور البحري ومحيط موقع حدب يارين بصواريخ بركان. بعد احتجاز جثمانها، السلطات والاحتلال تمنع إقامة خيمة عزاء في منزل الأسير الشهيد وليد دقة. مرحبا بكم. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصراره على المضي في اجتياح رفح، وشدد على أن لا نهاية للحرب قبل ذلك. لقد تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن محادثات القاهرة، ونحن نعمل باستمرار لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمها إطلاق سراح جميع مخطوفين وتحقيق النصر الكامل على حماس، وهذا النصر يتطلب دخول رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك. هذا سيحدث وهناك موعد محدد لذلك. مصدر قيادي في حركة حماس أكد أن الرد الذي تسلمته الحركة لا يشمل وقفا دائما لإطلاق النار ولا انسحابا من قطاع غزة، وقال إن الموقف الإسرائيلي ما زال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق. بالتوازي أكد مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية للميادين أن قيادة المقاومة ذهبت إلى المفاوضات في القاهرة متسلحة بالموقف الوطني المجمع عليه فلسطينيا، وأن المطالب الفلسطينية واضحة، ولا اتفاق ولا صفقة تبادل من دون تحقيقها، ومن ضمنها الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين وفتح المعابر لإدخال المساعدات. كذلك أشار إلى أن كل المحاولات والأوراق والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق وصفقة تبادل واجه الاحتلال بالتعنت والإفشال. وأكد المصدر أن الإعلام الإسرائيلي يمارس الكذب والتضليل لخداع مجتمعه عبر الأخبار المفبركة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هدد بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا أنهى الحرب من دون الهجوم على رفح. وفي منشور عبر حسابه على تيليجرام قال بن غفير إنه إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب من دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزم حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله لرئاسة الوزراء. معنا من غزة عبر الهاتف السيد أحمد عبد الرحمن، الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية. مرحبا بكم سيد أحمد عبد الرحمن. كيف تفهمون هذا الإعلان من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه أكد موعدا لاجتياح رفح في قطاع غزة؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. هو نتنياهو يكرر نفسه نفس الكلام يكرره منذ حوالي شهرين عن رفح، يحاول ابتزاز المقاومة من ناحية، ويحاول استرضاء اليمين المتطرف من ناحية أخرى، ويحاول الحفاظ على كرسي رئاسة الوزراء، لأن أي انسحاب من بن غفير أو سموتريتش
يعني سقوط الائتلاف وبالتالي سقوط نتنياهو نفسه وذهابه إلى المحكمة ومن ثم السجن. أنا أعتقد هذا الكلام يعني لا يعني الكثير. نعم ربما هو يقول أننا حددنا موعد، ولكن هذا الكلام أنا أعتقد أنه فقط للضغط على المفاوض أو على المقاومة الفلسطينية ليس أكثر، بمعنى أنه لا يستحق كل هذه الجلبة التي تقوم بها وسائل الإعلام الإسرائيلية، لا سيما يدعوها أخرونوت، والجميع يعرف توجه هذه الصحيفة وهذا الموقع الإلكتروني. ولكن في المجمل أنا أعتقد أحد أهدافنا كتبت، يبدو بأننا فقدنا التواصل مع السيد أحمد عبد الرحمن الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية، ربما نحاول إعادة الاتصال به في خلال هذه النشرة. نشكره بكل الأحوال، كان معنا من قطاع غزة الصامد. ونكمل في التفاصيل، حيث قالت صحيفة يدعوت أحرنوت أن مسؤولين كبارا في الجيش الإسرائيلي على وشك أن يستقيلوا في انتظار تغيير تعريف الوضع على أنه حرب. وأضافت الصحيفة أنه إن لم يتخذ قرار بإنهاء الحرب فتشير التقديرات إلى أن المسؤولين الكبار في الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى سيتركون عملهم في غضون 6 إلى 8 أسابيع. بعد نصف عام من الحرب الإسرائيلية على غزة، يشير خبراء ومحللون إسرائيليون إلى أن وضع إسرائيل ازداد سوءا في كل المجالات، فضلا عن أنها أخفقت في تحقيق النصر في الجنوب وفي تغيير الواقع في الشمال. هذا التقرير للزميلة منال إسماعيل. لا نصر ولا مطلق، بهذه العبارات أجمل محللون إسرائيليون نصف عام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث لم يتحقق أي من أهداف تلك الحرب، لا القضاء على حماس ولا إعادة الأسرى ولا السيطرة على قطاع غزة، فيما ساء وضع إسرائيل داخليا وخارجيا على الصعود كافة، ودخلت في أزمة استراتيجية هي الأسوأ في تاريخها بحسب خبراء ومحللين. نحن حتى الآن لسنا في وضع نصر مطلق ولا حتى نقترب إليه، ما زال مخطوفون في الداخل والسنوار حيا، ونحن ما زلنا مع حماس تسيطر وتعمل في منطقة رفح ومخيمات الوسط. بعد نصف سنة على الحرب، أعتقد أن مصطلح انتصار وكلام رئيس الحكومة عن انتصار مطلق شيء لا يأخذ الجمهور على محمل الجد. الجميع يدرك الآن أهمية الوقت وأن هذا الأمر سيأخذ الكثير من الوقت. الوضع الأمني في الشمال بمحاذاة الحدود مع لبنان ليس أفضل حالا، في ظل غياب القدرة على الحسم والردع، وفي ظل واقع جديد نشأ هناك أفرغ الشمال من ساكنيه خوفا من حزب الله. النتيجة اليوم بعد نصف عام من الحرب في غزة هي على النحو الآتي: المخطوفون ليسوا في المنزل، حماس تسيطر على رفح وأماكن أخرى وتعود للسيطرة أيضا، في الشمال هناك الآلاف ممن تم إجلاؤهم، وكذلك في الجنوب كل المشهد الاستراتيجي قاتم تماما مع فراغ في الاعتبارات السياسية. نحن نضيع دماء رجالنا من أجل السياسة وهذا أمر مروع. بعد نصف عام هناك عشرات آلاف الأشخاص الذين ما زالوا خارج منازلهم في الشمال والذين تم إجلاؤهم في عملية لا سابق لها، ما كلف الدولة نحو 10 مليارات شيكل. الآن كلما مضت الأشهر نصطدم بمشاكل جديدة تنمو ليس على المستوى الشخصي فحسب، بل على المستوى العائلي أيضا. بعد 6 أشهر من القتال تحيط سحابة من الشلل بحرب إسرائيل على القطاع، يقول خبراء إسرائيليون ويضيفون: على إسرائيل أن تعيد التفكير في مسار تلك الحرب، ولا سيما أن عدم الحسم هذا يفيد بأن كل الأهداف التي حددتها لنفسها منذ البداية بعيدة عن التحقق. منال إسماعيل، الميادين. في المقابل، واصلت المقاومة التصدي للاحتلال على محاور عديدة، حيث أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصف موقع كفار عزة العسكري برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم. كذلك بثت سرايا القدس مشاهد من استهداف آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي من نوع ميركافا 4 وقصف التحشيدات العسكرية له في محاور التقدم بمدينة غزة.
في دير البلح بوسط القطاع الصامد استشهد شخصان وأصيب عدد آخر بعد قصف مدفعي إسرائيلي عنيف استهدف مبنى فيه نازحون، وقد ارتفع عدد الشهداء الذين انتشلت جثامينهم من مدينة خان يونس إلى 67 منذ صباح اليوم، من بينهم أطفال. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 33,207 شهداء، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 75,933. المسؤول في مستشفى كمال عدوان في شمالي القطاع وسام السكني قال إن الشحنة الأخيرة من المساعدات الطبية ليست كافية لعلاج المرضى الذين يعاني معظمهم سوء التغذية. أحذر مدير العلاقات العامة في المستشفى من عدم القدرة على علاج معظم الأطفال بسبب نقص الأغذية والعلاجات المتخصصة. إن وصول شحنة الأدوية بالأمس لا تكفي مقارنة بحاجة المواطنين الماسة، وذلك بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية بين المواطنين وانقطاع بعض الموارد الغذائية والأدوية عن هؤلاء الأطفال. كما ترون في الخلف في حضانة الأطفال، أغلب الأطفال يأتون بحالات سوء التغذية وخصوصا أطفال الخدج بسبب سوء تغذية الأم الذي ينعكس على الأطفال. أنا مش بعاني بس من بنتي، بعاني من كل الأطفال. كل الأطفال عندهم سوء تغذية، الأطفال يوم عن يوم بنفقد كل 10 أطفال 5 أطفال، مش بس بالأطفال، الشباب والرجال والختيارية كله عندهم مرض، صار من الصفار من قلة التغذية. غزة بالمرة دمرت غزة، حياة الإنسان لا يملك لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة. وإني بحاجة لعملية في القلب ومش موفر هان في غزة في الخارج، وطبعا زي ما انتم شايفين الطفل قاعد بموت بين ايدينا واحنا مش قادرين نعمل له اي حاجة. في جبهة الإسناد اللبنانية أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمع لقوات الاحتلال في محيط موقع حدب يارين بصواريخ بركان. المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت أيضا تنفيذ مجاهديها هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، مؤكدة أن المسيرة أصابت هدفها بدقة. في المقابل شنت طائرات الاحتلال عدة غارات استهدفت أطراف بلدات الخيام وعديسة وحلتة وكفرشوبة. جاء ذلك غداة غارات ليلية على بلدتي كفركلا والسلطانية أدت إلى ارتقاء شهيدين وسقوط جريح واحد وأضرار كبيرة في الممتلكات والمنازل المجاورة. ومن جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلة الميادين أونلاين الزميلة فاطمة فتوني. مرحبا بك فاطمة، تجملين لنا آخر التطورات على هذه الجبهة على الحدود مع أرضنا المحتلة فلسطين، وكيف يبدو واقعها الآن؟ نعم رامية، فيما يخص الأوضاع الميدانية في جبهة جنوب لبنان وتحديدا في القطاع الغربي، كنا تحدثنا عن ساعات هدوء شهدتها هذه الجبهة في ساعات الصباح الأولى، ولكن سرعان ما اشتعلت هذه الجبهة مجددا بالحديث عن عمليات المقاومة تحديدا في القطاع الغربي. قبل قليل أعلنت المقاومة في بيان لها أن مجاهديها اكتشفوا كمينا لمجموعة للاحتلال شرق موقع حانيتا فقاموا باستهدافها وقتلوا وأصابوا أفرادها. بالحديث فقط عن موقع حانيتا رامية الذي يعد حامية للمستوطنة التي تقع خلفه مباشرة، مستوطنة حانيتا وتقابله مباشرة بلدة علم الشعب، هذه البلدة التي تتعرض لاعتداءات إسرائيلية متكررة. هذا الموقع الذي المحصن بشكل كبير والذي يعني يوجد بداخله أجهزة جمع حربي تستهدفها المقاومة بشكل متكرر وتعيد استهدافاتها بشكل يعني كما ذكرنا متكرر ودائم لهذه المواقع.
المواقع وإضافة إلى الأجهزة التجسسية. أيضا المقاومة نشرت يعني بيان لعملية في حدب يارين استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال بصواريخ البركان، هذه الصواريخ التي الثقيلة التي تستخدمها المقاومة في استهداف تجمعات جنود الاحتلال والمواقع الإسرائيلية في الأونة الأخيرة، إضافة أيضا إلى استخدامها أيضا مسيرات انقضاضية. لاحظنا كثافة في تنوع الأسلحة التي تستخدمها المقاومة في استهداف هذه المواقع. أيضا بالحديث عن عمليات المقاومة، افتتحت المقاومة صباح اليوم أو بعد ظهر اليوم عملياتها في موقع رأس الناقورة البحري. هذا الموقع يعني بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها كما ذكر بيان المقاومة الذي نشره الإعلام الحربي. أيضا فيما يخص عمليات المقاومة في القطاع الشرقي رامية، قبل قليل أعلنت المقاومة عن استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبة بالأسلحة الصاروخية المناسبة، ومؤكدة وقوع أو تحقيق إصابات مباشرة. كان هذا فيما يخص العمليات التي نفذتها المقاومة في مواقع الاحتلال الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي. اليوم الاحتلال يعني شن الطائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات يعني فيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بلدات والقرى الجنوبية. شن الاحتلال الإسرائيلي طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات، نتحدث عن أكثر من غارة على بلدة العديسة الجنوبية، وأيضا عن غارات طالت مدينة الخيام وأيضا كفر شوبة وأطراف حلتة. كثافة في الغارات على هذه المناطق والبلدات الجنوبية. إذن رامية، نحن أمام استمرار لعمليات المقاومة في اتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي في القطاع الشرقي والغربي تحديدا، مقابل الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى في جنوب لبنان. كان هذا المشهد حتى هذه اللحظة من جنوب لبنان في القطاعين الشرقي والغربي. نعم رامية، شكرا جزيلا لك. فاطمة فتوني مراسلة الميادين أونلاين على من وحدة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها من جبهة جنوب لبنان على الحدود مع أرضنا المحتلة فلسطين. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رأى أن المعركة الآنية ليست لتحرير المقدسات وحسب، بل لتحرير الأمة أيضا من مشاريع الاحتلال والنهب والسلب. الأمين العام لحزب الله رأى أن الحماقة التي ارتكبها أو الصهاينة ضد القنصلية الإيرانية عجلت في التواصل بين بايدن ونتنياهو. بناء على هذا كله، وأنا أعتقد وكثيرون يعتقدون أنه مما عجل بخطوة الاتصال الأخير لبايدن مع نتنياهو هو الحماقة التي ارتكبها الصهاينة في القنصلية الإيرانية في دمشق، وإعلان الجمهورية الإسلامية عن رد حتمي على إسرائيل. الاتصال الأخير من بايدن بيأكد كل اللي كنا نقوله سابقا، أنه لا، الأمريكان بس بدهم يشغلوا يوقفوها بيوقفوها، أنه الأمريكي ما بيقدر يفرض على الإسرائيلي، هذا حكي فاضي. فيك نظريات انه اسرائيل هي حكم امريكا. لا حبيباتي، امريكا هي الحكم اسرائيل. هاي قصة اللوبي اليهودي والصهيوني، هاي ما تواخذوني نكتة عربية بس لحتى العرب ما يقاتلوا اسرائيل. سيد نصر الله أكد أن استهداف المستشارين الإيرانيين في سوريا جزء من المعركة الأساسية الأكثر وضوحا وشرعية، وشدد في كلمة له في حفل تأبين القائد الشهيد زاهدي ورفاقه على أن الأمريكيين والإسرائيليين سلموا بأن الرد الإيراني على الاعتداء في دمشق آت. الجديد الأول أن الاستهداف هو في النهاية لأرض إيرانية بناء على الأعراف الدولية أو القوانين الدولية، القنصلية الإيرانية. يعني لم يستهدف مركز أو بيت أو على الطريق كما حصل مع قادة آخرين، مع ضباط آخرين من الحرس. الاستهداف كان القنصلية الإيرانية، وهذا يعني اعتداء على إيران وليس فقط اعتداء على سوريا. والجديد الثاني هو مستوى الاغتيال، لأن اللواء زاهدي كان رئيس المستشارين الإيرانيين في سوريا ولبنان وقائدهم،
وفي موضوع إسقاط الطائرة الإسرائيلية المسيرة هرمز 900 على الأراضي اللبنانية، أشار السيد نصر الله إلى أن أهمية العملية يكمن في أن إسقاطها جاء في الخطوط الأمامية، مضيفا أن القيمة التجارية والعسكرية لهرمز ضربت. ومثل ما قال الإسرائيلي عن هرمز 450 هرمز 900 أنه هذه جرأة من حزب الله، أنه أنت عم تتجاوز الخطوط الحمر. مين قال لك نحن ما منتجاوز الخطوط الحمر؟ ما انت عم تتجاوزها. طبعا هذا تطور مهم جدا. وين؟ على الحدود مش بالعمق. يعني بعد اسقاط هرمز 450 صار يحتاط بالعمق، بس بقي بمنطقة الجبهة. اهميتها انه هاي بالمنطقة الامامية تم اسقاطها، وهذا يعني هو بيقرا انه هذا انتشار معين اضافي جديد واسع، يفهم اللي بده اياه لإمكانات الدفاع الجوي لدى المقاومة الإسلامية. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن قصف الكيان الصهيوني المدنيين في قطاع غزة بهذه الوحشية والدموية غير المسبوقة هو دليل على فشله في تحقيق أهدافه العسكرية. وفي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، رأى الأسد أن سعي الاحتلال لهزيمة المجتمع والشعب والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لن ينجح. أما عبد اللهيان فأكد أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعيش أسوأ ظروفها بسبب صمود المقاومة. اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي خيمة عزاء الشهيد الأسير وليد دقة ومنزل أسرته في مدينة باقة الغربية داخل الأراضي المحتلة عام 48، واعتقلت 5 أشخاص. كذلك عمدت شرطة الاحتلال إلى إزالة خيمة العزاء والاعتداء على الأهالي والمعزين. وأكدت أسرة الأسير الشهيد للميادين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل احتجاز جثمان. حقيقة سابقا ما كان تظاهر، لا ما كان تظاهر من ناحية صحية، ما كان تظاهر. التظاهر احنا ما نحن نشعر كل الشعور وكل الإحساس اللي موجود عندنا بأنه هذا كان قرار بإعدام وليد، في إعدام وليد من هذا، لأن وليد شخصيا كان مستهدف من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وقد تظاهر فلسطينيون في وسط رام الله تنديدا باستشهاد الأسير وليد دقة في سجون الاحتلال بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تتعمدها إسرائيل بحق الأسرى. واتهم المشاركون الاحتلال باغتيال وليد دقة المفكر والمناضل بعدما رفضت الإفراج عنه رغم تدهور وضعه الصحي بسبب إصابته بمرض السرطان. الموت لم يكن أسرى، الإعدام، الإصرار الاحتلال على إعدام وليد، على وليد كنموذج للمناضل الواعي المقاتل الصامد المحرض. الاحتلال لم يشأ لهذا النموذج أن يعانق الحرية، أن يعانق ميلاد التي أتت رغما عن أنف الاحتلال، أن يعانق عائلته، أن يعانق سناء الوطن، أصدقائه ورفاقه. لم يشأ لهذا النموذج أن يستمر قوي وصلب فأعدمه. هذا ما جرى بالنسبة لوليد. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغة العربية، إضافة لموقعي الميادين بالإنجليزية والإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.